خلينا نتابع أبطال مصر اللي بيواصلوا منافستهم في دورة الألعاب البارالمبية والمقامة دلوقتي في باريس 2024، وده لليوم الثالث على التوالي في الدورة اللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية لغاية 8 سبتمبر اللي جاي. خلينا نعرف تفاصيل الأحداث والنتائج من ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، أستاذ محمد سمير المحلل الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية. صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خلينا نبتدي كده نعمل تقييم سريع لنتائجنا لغايه دلوقتي وللمشاركه المصريه المره دي في البارالمبياد. ايه الجديد وايه اللي وصلنا له؟ يمكن ابرز حاجه ان فوز منتخب الطايره للجلوس على فرنسا 3-0 امبارح. فوز بيدي امل لمنتخب الطايره جلوس ان هو ممكن يتاهل لنصف النهائي في مباراه حاسمه هتكون بكره ان شاء الله ما بين منتخب مصر وكازاخستان. يمكن اللي يقدر يكسب فيها يقدر يتأهل مع البوسنه والهرسك للدور الثاني اللي هو نصف النهائي، وبالتالي طبعا تكون منافسه على ميداليه لان اول 3 مراكز هم اللي بيحصلوا على الميداليات. دي كانت ابرز نتيجه من نتائج امبارح. النهارده في عدد من المنافسات اغلبهم ممكن في تنس الطاوله، لكن في منافسة على ميدالية لكريم رمضان في سباق 100 متر. يمكن هو مش مرشح قوي ان هو يكسب الميدالية، لكن هي في النهاية منافسة موجودة. يمكن لكن البعثة المصرية مميزة في رفع الأثقال، وده هيبتدي من يوم الأربع إن شاء الله. احنا مستنيين بقى من يوم 3 ليوم 8 هنبتدي نعد ميداليات إن شاء الله. بإذن الله. بالظبط. أكيد. طيب خلينا نبتدي بقى كده بناس جانبها التوفيق. امبارح محمود نبوي ما توفقش امبارح مع بطل ألمانيا في بارالمبياد باريس، إيه اللي حصل؟ هي في لعبة البوتشيا، يمكن برضو هي يعتبر لعبة جديدة شوية علينا في مصر. طبعا. فهي تعتبر مشاركة للخبرات. هو خسر 6-2 امبارح قصاد بطل ألمانيا. والنهارده في يعني منافسه ثانيه في كره الجرس، مثلا مصر هتلعب اليابان بعد حوالي ساعتين. امبارح برضو ما توفقش المنتخب في كره الجرس قدام الصين، خلصت بنتيجه 7-4. فنتمنى التوفيق النهارده ان شاء الله قدام اليابان ان شاء الله. امبارح برضو يمكن كره الهدف ما كانش الموضوع سهل. بالظبط، المنتخب الصيني كان متفوق، انتهى 7-4. النهارده هنلعب اليابان كمان حوالي ساعة ونص بالظبط. فبرضه يعني كلها خبرات، لكن المميز للبعثة المصرية هو رفع الأثقال اللي هو بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله. يمكن التجديف كمان حظنا فيه كويس، تأهل الثنائي المصري البارالمبي علي الزيني ومرو عبد العال، أعتقد إن دي حاجة كانت يعني مبهجة جدا لينا. طبعا هي حاجه مبهجه، بس برضو اعتقد ان هي مش مرشحه لحد الوصول لميداليه، ممكن في المراكز الترتيبيه، لكن فكره ان هم وصولهم للمرحله دي برضو نتيجه كويسه، خصوصا لو هي لعبه احنا مش مميزين فيها ومش منافسين فيها بشكل دائم في البطولات. النسخه اللي فاتت مصر حققت 7 ميداليات متنوعه، كانت في اولمبياد طوكيو. لكن زي ما بقول لحضرتك، يمكن احنا ابرز حاجتين فيها رفع الاثقال، محققين 69 ميداليه طول تاريخنا، بعديها العاب القوه، يعني اول حاجه كانت العاب القوه 87 ميداليه. فدول ابرز لعبتين دايما لمصر في البطولات دي. اكيد. يمكن كمان العاب المضرب احنا ابتدينا ناخد خطوات فيها كويسه، المنافسه على المنافسات الموجوده في بطوله الريشه وكره والتنس كمان، اعتقد ان احنا ابتدينا نتقدم في العاب المضرب بالنسبه للبطوله البارالمبيه. بالظبط، في النهارده في 3 مباريات، مباراتين للسيدات في دور ال 16 ومباراه للرجال في دور ال 32، وفي برضو مباراة يعني في هناء حماد تلعب بطلة فرنسا، وفي في على مستوى الرجال في خالد رمضان هيلعب بطل بولندا. تاريخنا كله برضو في تنس الطاولة محققين 3 ميداليات في تاريخ البارالمبياد كلها، خطوات كويسة. العدد كمان زاد، مصر بتشارك في البعثة دي ب 54 لاعب ولاعبة،
تعتبر أكبر بعثة لمصر، فهي كلها خبرات ووجود منتخبات جماعية. احتكاك دولي وترتيب دولي وتحرك بالظبط للترتيب، اعتقد ده بيفرق جدا. لو ما توفقناش فيه السنة دي، ده ممكن يحجز لنا مكان بعد 4 سنين. بالظبط، وبيدينا خبرات أكبر، ووجودنا في مشاركات الجماعية زي كرة الرجلوس وكرة الهدف، فكلها بتدي خبرات كويسة، وإن شاء الله التوفيق يكون في الأيام المقبلة إن شاء الله. طيب تقييمك للمشاركة العربية ككل، يعني احنا شايفين في أول ميدالية عربية يمكن كانت اتحققت امبارح أو يمكن أول امبارح، أنت شايف إزاي المشاركة العربية؟ هو تونس لحد دلوقتي الأبرز عربيا ب3 ميداليات على مستوى ألعاب القوى كلهم، فده برضو تفوق كويس جدا لمنتخب تونس. كمان في المغرب حققت 4 ميداليات بس ما فيهمش ولا ذهبية، فضية و3 برونزيات، منهم 2 في ألعاب القوى و2 في التايكوندو. فطبعا هي كلها مشاركات كويسة، وفي ميدالية للكويت في رفع في ألعاب القوى برضو. هم دول ال3 دول اللي حققوا ميداليات لحد دلوقتي، فأغلبهم يمكن في ألعاب القوى، وده برضو بيوضح إن في تخصص كويس للعرب في ألعاب القوى، باستثناء الميداليتين اللي كانوا في التايكوندو للمغرب. وكمان كان عندنا بطلة مصرية كانت في أول يوم هتحقق ميدالية، وكانت قريبة جدا. يمكن لا الترجيح دايما مش بيبقى في صالحنا، او معرفش بالظبط حظنا بيبقى قليل ليه في الترجيح، ولكن المباراة كانت اكتر من هايلة، واللعب الاكسترا تايم والمباريات الاضافية والحصول على وزاريات متتالية يمكن ده فرق جدا، ولكن الترجيح ما كانش في صالحنا. بالظبط، وصلت لحد المرحلة الأخيرة وحصل تعادل، كان 2-2، وكانت قريبة جدا من حظ ميدالية، لكن حظها كان سيء جدا في قصة الترجيح، والميدالية راحت لبطلة جورجيا. لكن برضو زي ما بنقول هي خبرات، وأكيد استفادت، وإن شاء الله في الأولمبياد القادمة تكون هي بقى بتحقق ميدالية وبدون ترجيح. أكيد كل الشكر ليك محمد سمير المحلل الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية، شكرا جزيلا ليك.